العلامة عبد الرزاق السنهوري رحمه الله تعالى عليه ورسالته كانت في باريس عن الخلافة، عن نظام الخلافة، طبعا ترجمت فقه الخلافة، ترجمها نسيبه صهره توفيق الشاوي رحمه الله على الجميع. وكان في 24 من عمري هذا العقل الضخم أبو القانون المدني العربي كله عبد الرزاق السنهوري من تلك الحقبة البعيدة في تلك السن المبكرة أدرك أن الخلافة شيء في ذمة التاريخ ولن تعود بصيغتها التاريخية. طبعا ما لا يدركه كثير من المسلمين العاديين وحتى من ربما يعني المفكرين الإسلاميين، يعني بنظرة بسيطة استقراء التاريخ، هذه الخلافة متى كانت يا إخواني؟ متى كانت تماما؟ يعني أيام العباسيين كان لدينا خلافة في الشرق ولدينا خلافة في الغرب الأندلسي، خلافتان، وتطاول الأمد بالخلافة الأندلسية 832 سنة. بعد ذلك في الإبان نفسه في الإبان نفسه لدينا الخلافة الفاطمية في المغرب ومصر، و150 سنة بعد ذلك في بلاد الشام لدينا خلافات. بعد ذلك شهدنا هذا التشظي والتشعث باسم الدول السلطانية، عشرات الدول وعلى كل دولة سلطان من السلاطين، وفقط ليس للخليفة العباسي إلا الدعاء على المنابر وبعض الأموال تدفع عليه فقط. طب إيش هالخلافة هذه؟ لذلك رأينا من العلماء من قديم من جوز أن يكون خلافتان للمسلمين، قال لك ما في مشكلة، خاصة إذا كانت خلافتين يفصل بينهما حدود مائية حتى أو جبرية قال ما في مشكلة. أيضا خضوعا لواقع التاريخ، قال لك هذا حصل وامتد واستمر ولم تعد الخلافة. بالله عليكم هل تتوقعون اليوم يعني فعلا أن المسلمين في العالم وموزعون على أكثر من 70 جنسية، هؤلاء الآن مستعدون أن يتخلوا عن دولهم القومية والقطبية بالكامل وأن ينضوا تحت خلافة خليفة من قريش يعيش في جزيرة العرب؟ هذا مستحيل، لن يحدث، أقول لكم حلم. للأسف الأحاديث التي تنسب إلى النبي عاد ثم تكون وتكون وتكون خلافة، هذا يدغدغ عواطفنا، يا ليته يكون، نتمنى، لكن واضح أنه هذا شيء من التاريخ. وعلى فكرة معظم الأحاديث السياسية المنسوبة للرسول كذب يا إخواني، لا تغتروا والله، وإن هذا الأمر في قريش كل كلام فارغ هذا، والأدلة تؤكد أن هذه الأحاديث لا يمكن أن تصح، لا يمكن أن تصح، الأدلة كثيرة جدا عليها. فخلينا نفكر بعقلية خلدونية، عقلية علمية واقعية، مش العقلية الحالمة المعيارية في الفراغ. يا ريت نعمل كمسلمين وكإسلاميين على أنه في يوم من الأيام وعسى أن يكون قريبا يكون عندنا شيء أشبه بالاتحاد الأوروبي مثلا، شيء جميل جدا جدا، منتهى المراد من رب العباد. يا ليت نفعل هذا. اليوم المسلمون يقتل بعضهم بعضا، يضرب بعضهم بعضا، أما تقول لي خلافة واحدة بخليفة واحد، انسى انسى. ضاع حلم الخلافة. ماذا نريد أن تقريبا آخر سؤال سأطرحه وثم سأفتح نقاش القاعة وسنختار اختيارا راديكاليا وخمس أسئلة لا أكثر إن شاء الله حتى لا نريد الأستاذ. الآن في الإسلام في أوروبا قضية سلام المسلمين ومساهمة المسلمين هنا في أوروبا، هل يتحدث بعض النخبة المسلمة وغير المسلمة هنا بعض أحيان عن الإسلام الأوروبي بعض أحيان عن الإسلام في أوروبا؟ طبعا هناك كل الفرق فيها، ما هي الصيغتين يعني التي تجد أنت فكرك ورؤيتك فيها؟ لا في نهاية المطاف حقيقة نعم بكل تواضع، شوف بكل تواضع، إذا جاء أن نتحدث عن إسلام آسيوي وإسلام تركي وإسلام فارسي مثلا يجوز أن نتحدث عن إسلام أوروبي في نهاية المطاف، انتبه. لكن ليس معنى الإسلام الذي تقده لنا أوروبا أو المؤسسات المعنية في أوروبا وتريد أن تفصله على قد يعني رغبتها وإرادتها، لا، وإنما الإسلام الذي يفرزه أبناء أوروبا، علماء الإسلام في أوروبا، وخاصة الذين عاشوا هنا وماتوا هنا أو يموتون هنا والذين ولدوا هنا إن شاء الله وتعلموا الإسلام، في نهاية المطاف أكيد سيفرزون إسلاما يتواءم مع مع ظروفهم ومع شروطهم، هذا شيء طبيعي ومقبول. أنت شوف مثلا في الإسلام الأسيوي الشرق الأسيوي وهو إسلام أيضا وعنده على فكرة دعوات مثل دعوات العرب، لكن هناك مثلا في حقوق للمرأة معجبة جدا جدا، في نظرة للمرأة. أنت هل تتخيل عربي مثلا عربي خاصة أعراب العرب يعني بدو العرب والعرب عموما المرشح امرأة مثلا ويخرجون بالألوف يصفقون لها ويهتفون بحياتها، يعتبرون هذا نوع من التخنث يعني لا يكاد يقبل. لكن هذا حصل مع بناظير بوتو مثلا، صحيح،
وحصل مع الايه بنغلاديش عادي عندهم شوارب ضخمه ولحى يهتفون له. ثقافه مختلفه، انتبه، هذه الثقافه وجدت في الاسلام ما يدعمها، ما يتكيف معه، ويتكيفت مع الاسلام بقراءه محدد عادي. الاسلام العربي لا يرى هذا بالمره، الى اليوم لا يحفظ في قضيه المراه الا ناقصات عقل ودين، وشهاده المراه نصف من شهاده الرجل. يعجبه هذا العربي، يعجبه لان عنده نظره ذكوريه، نظره ابويه ايه الى المراه، ما زال ايه متشبثا باذيالها. فاذا ليش ما يكونش في، طبعا في نهايه المطاف اسلام في اوروبا، وهو اسلام اوروبي بمعنى ايه انه خطاب انتجه ابناء هذه البلاد، قراءه تاويلات للاسلام لبت ماذا؟ لبت واستجابت لشروطهم. هذا شيء طبيعي ومطلوب، مطلوب ان يحدث هذا الشيء. اما انه انتبه، ازمه الاسلام في اوروبا الان، ازمتنا تعرف ما هو؟ ان اسلامنا هنا هو اسلام السعوديه واسلام القاهره واسلام تونس واسلام الجزائر واسلام الباكستان. خطا، خطا كبير. لابد ان يكون اسلامنا هنا، واسلام المغرب ان يكون اسلامنا هنا، اسلام في اوروبا. طبعا طبعا هذا، وحتنتهي الازمه هذه اذا يعني ان شاء الله بلورنا هذه الصيغه وهذا الخطاب باذن الله. هذا مطلوب، لكن كما قلت مش الاسلام الذي يقد لنا. انتبه، يجب ان نلبس ثوبا نحن نقده، لكن اذا قد لنا ثوب لن يناسبنا، واضح لن يناسبنا.